النهارده انا معايا اغرب ييزي سنيكر شفته في حياتي، هو الييزي فوم رانر. رانر، هل هو سلايد، هل هو صندل، هل هو سنيكر، انا مش فاهمه الصراحه. بس انا لما شفته اون هاند مش عارف برضو، ما قررتش هل هو عجبني او لا، هل هو جامد زي ما الناس بتقول او الناس بتحبه او لا. انا حاسس ان هو مريح بس هجربه اون فيت، ونفس الوقت برضو تاخد خلفيه عن المقاسات او السايزنج اللي موجوده فيه، لان كان في مشاكل في السايزنج على الييزي سلايد. فالنهارده احنا هنبص عليه وهنشوف الاسعار بتاعته وحتى الاسعار بعد افتر بار. يلا بينا. طبعا انت شايف ان الييزي فوم رانر غريب، فالغرابه بادئه من البوكس عامه اوريدي. بادئ ان البوكس ما فيهوش اي حاجه خالص تبين هو ايه اللي جوه، غير طبعا الييزي سلايد او الييزي 350 او اي ييزي نزل. فانت لما تفتح البوكس بتلاقي كل اللي انت محتاجه اللي هو المفروض يكون بره او بيبقى موجود جوه، فالسايزنج موجود برده جوه والفوم رانر. غريب قوي الموضوع ده بصراحه، حاجه جديده، انا بحب اجرب كل حاجه، عشان كده برده انا بجيب الحاجات دي اون هاند عشان اشوفها، لان دايما انا ساعات بشوف صور لحاجات ما بتعجبنيش او ببقى ضدها شويه. الحاجات دي انا بحب اجيبها برده علشان اوريها لكم وانا اشوفها هل هي حلوه او لا، واشوفها برده اون فيت هل هي عجباني او لا. اول حاجه هو الييزي فوم رانر سيلفر، نزل 22/4. تاني حاجه هو الييزي فوم رانر باللون الاونكس، نزل 8/6/2022. بالنسبه للاسعار، الفوم رانر هي نزلت ب $90، نزل بالفاميلي سايزنج فنزل بكل المقاسات. بالنسبه للاسعار الريسيل بتاعت الفوم رانر هي تتراوح ما بين $130 إلى $200 على حسب السايز، يعني في سايزات ممكن تقدر تجيبها ب 150، في سايزات كبيره طبعا بتبقى اغلى عشان كميه منها اقل. اوت سول بتاع الفوم رانر بيفكرني بالييزي 700. بالنسبه للشيب الفوم رانر، انا شايف ان هو بالكي، يعني كبير قوي على الماتيريال اللي مستخدمينها، اللي هو حتى وان بيس ما فيهوش اي حاجه. بس ده طبيعي لان برضو الييزي سلايد انا شايفه على ان هو يكون سلايد او فليب فلوب، هو حجمه كبير شويه. انا بس الحاجه اللي قدام دي شويه غريبه، تحس ان هو عامل زي غواصه، الغواصه من قدام يبقى شكلها كده. الفتحات اللي فيه تقريبا دي فتحات تهويه كلها، شكلها حلو مش وحش. اكتر حاجه بتعجبني في الييزي ان جنرال الاوتسول طبعا عشان هو مريح. الحاجه الثانيه بتعجبني في الييزي، طبعا هي موجوده في الييزي فوم رانر وموجوده في 350، ممكن تكون موجوده في كذا سنيكر انا ما خدتش بالي، بس الحته اللي من ورا دي عجباني قوي، بيبقى شكلها حلو جدا من ورا الحته ديت، يعني وبتقفل على الرجل بطريقه كويسه جدا. دي بنفس الطريقه موجوده في ال 350. في حاجه باخد بالي منها برده لاحظتها في الييزي سلايد، اللي هي النقطه الدايره ديت برده موجوده في الييزي سلايد بطريقه سهله جدا، ان هو عندهم مكان واخد نفس الشيب ديت ونفس الشيب ده، كل الماتيريال سايحه بتخش من هنا. الماتيريال ديت انا مش عارف الماتيريال دي اسمها ايه، هو تقريبا فوم، فبينزلوا كل الفوم او الماتيريال دي كلها بينزلوها من الفتحه ديت في الماشين، بعد كده اتقطع وبيفضل نفس المكان ده هنا. عندك فكره هو اتصنع ازاي او النقطه دي ايه علاقتها؟ يا ريت تقولي في الكومنت. مقاس الفوم رانر فيتس ثرو تو سايز، بمعنى المقاس اللي بتشتريه في اي موديل تاني تقدر تجيب الفوم رانر بنفس المقاس ده، مش هيبقى عندك مشاكل خالص. هو ما بين السلايد والسنيكر، يعني انت لو عاوز حاجه مريحه وتكون سريعه في اللبس زي السلايد مثلا، بس مش عاجبك ان انت تلبس فليب فلوب، انا شايف ان الييزي فوم رانر هيكون ممتاز بالنسبه لك، هيديك برده نفس الراحه اللي بيديها لك السلايد ويمكن اكتر بكتير، زي ما بيقولوا فعلا الييزي فوم رانر بيحضن الرجل. كده احنا خلصنا ريفيو على الييزي فوم رانر. رايي الشخصي في الييزي فوم رانر، انا شايف ان هو مش وحش، انا شايف ان الييزي سلايد بالنسبه لي انا احسن، ممكن يكون بالنسبه كتير الناس الفوم رانر احسن. انا بشوف ناس بتحب فوم رانر جدا، فوم رانر اصلا يعني بيبقى سولد اوت اسرع بكتير جدا من الييزي سلايد. ده رايي الشخصي انا، اكيد راي ناس ثانيه يختلف. اكتب لي رايك في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد وسنيكر جديد او ييزي سلايد او فوم رانر جديد. السلام عليكم.